اليوم في حدث جد مهم كنعيشوه في جهة ضرب دستات من خلال هذا اللقاء اللي نظموا المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع جميع الشركاء ديال المؤسساتيين من غرفة سي جو ام من طونجيماد لا سابت العدد ديال الهيئات اللي حاضرة وكذلك هناك فاعلين مؤسساتيين وهيئات ومقاولات قطاع خاص من جهة الضرب دستات اللي حاضرين معنا في هذا الحدث اللي قلت جد مهم بالخصوص أننا اليوم جينا نسوق الجهة طنجة الحزيمة على جاذبيتها على جاذبة الاستثمارات دولية ولما لا ما تكونش استثمارات وطنية لتعزيز السيادة الوطنية لتعزيز ودعم رأس المال الوطني باش يكون حتى هو استثمار منتج لسيادة صناعية وطنية رائدة. اليوم هذا الحدث وكنفتخروا به اليوم جينا به باش نتكاملوا بين الجهات باش نتكاملوا ماشي باش نتنافسوا اليوم جينا باش نقولوا بأن جميع الجهات ممكن تتكامل مع بعضيتها وتخلق واحد الدينامية خاصة لا للمقاولات الكبرى ولا المتوسطة وخاصة الصغرى جدا اللي اليوم ذاك الميثاق القانون الإطار للاستثمار اللي خرج الوجود واللي انتظرناه بعد مدة اليوم كيأطر جميع هذه العلاقات بين جميع المؤسسات والهيئات والمقاولات. اليوم طنجة تطوان الحزيمة كترحب بجميع الفاعلين المقاولتين القطاع الخاص في ما كان في ربوع المملكة باش يجي الجهة ونكونوا عند حسن تطلعاتهم باش نخلقوا هذا الايكوسيستيم ديال التكامل بين الجهات ونخلقوا سيادة وطنية ورأس مال وطني منتج للثروة وداعم للسيادة الوطنية.